تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الأولى للشرطة القضائية من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية منظمة متكونة من 7 أشخاص، 5 ذكور و2 امرأتين. تم توقيف 6 منهم تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 40 سنة، ينحدرون من ولاية الوادي الشلف ومستغانم، أحدهما مسبوق قضائيا ومبحوث عنه في قضية مماثلة. العملية التي من خلالها حجز 21,094 قرص من مؤثر عقلي نوع بريغابالين 300 ملي غرام و30 قرص مؤثر عقلي نوع كيتيل و0.40 غرام من مخدرات صلبا كوكايين، ما يقارب 36 غرام من مسحوق أبيض مشبوه، قنينتي غاز مسيلة للدموع، مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم، بندقية صيد بحري، سكينين من الحجم الكبير، سكينين من الحجم الصغير، 22 خشبيتين، مركبتين، الأولى من نوع لاغونا الجيل الثاني والثانية نوع تويوتا هيليكس، بالإضافة إلى دراجة نارية.